حميد على الحضور. نرجع لك اللي نهارين مش من بعيد كان فما يوم لمكافحة العنف المدرسي، يوم دراسي، وهذا مهم جدا كما نحن في أمس الحاجة للأيام هذه، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الجريمة ومنسوب العنف خاصة في الوسط المدرسي. شكرا زينة، احنا يعطيك الصحة في طرحك للموضوع. اليوم الدراسي هو مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية. نعم. وفق مقاربة أمنية تشاركية، واليوم الدراسي هذا بعد إذنك زينة على أساس كان بعد سنوات وجلسات ماراثونية في الإدارة العامة لوحدة الدخل مشكورة اللي هي عملت الجلسات هذيك، وجلستين بمبنى وزارة الداخلية وقت حضروا فيها ممثلين الصحفيين الرياضيين وكذلك نقابة الصحفيين، وجبنا جميع الأطراف المتداخلين في الشأن الرياضي. وبعد إذنك كلمة شكر تتقال لوزارة الشباب والرياضة كذلك وزارة العدل، واليوم الدراسي وقع دعمه من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بتونس اللي هو الديكاف. العنف اليوم في الملاعب وغيرها، طب باش نرجع لكم بعد على العنف في الوسط المدرسي، لكن العنف في الملاعب معضلة اليوم انك تتصدى للعنف في الملاعب الهوليغانز، وقديش منه باش نقعدوا في الويكلون نلعبوا ونحرموا الجماهير، وكيفاش زيد نخليوا الجماهير يمارسوا حقهم ويشجعوا ويكونوا حاضرين من غير ما يكون هكا العنف. هل اليوم فعلا عميد قادرين ان نتخطاوا هالازمه هذه المعضله هذه ونسيطروا 100% على العنف في الملاعب وحتى خارج محيط الملاعب زاد؟ باهي، هو الطرح علاش عملنا يوم دراسي. نعرف المستمعين والمشاهدين باش يقولوا زعما يوم دراسي باش يقضي على العنف، لا بالطبيعه، لكن احنا الهدف نتاعنا الاسمى انه نوصلوا ما عادش عندنا عنف في الجمهوريه التونسيه. نعم. بمختلف اشكاله. اللي النقطة هذية احنا راهو اليوم الدراسي باش نبدو واضحين، فما عنف كبير قاعد يصير على مستوى الملاعب الرياضية والمنشآت. نعم. الرياضية، لكن هذا لا يمنع اللي هو فما تحسن ملحوظ في التعاطي الأمني، واحنا كما قلنا راهو ما عادش المجهود الأمني فقط. أيوة. خاطر احنا خاطر احنا يا زينة عندنا نشاط كبير تخدم الوحدات الأمنية باش نقولها وعلاش بعد إذنك. فضل. هو اليوم الدراسي أشرف عليه السيد كاتب الدولة للأمن بحضور السيد المدير العام للأمن الوطني وجميع المديرين العامين بوزارة الداخلية. شوف أنت القيادات السامية اللي جت في الموضوع هذا زينة، هو أن وزارة الداخلية فما خدمة كبيرة قاعدين نخدمه، لكن ليس تقصيرا منا أنه جبنا الأطراف المداخلة، لكن التعاطي راهو ما عادش كان أمني فقط. ديما يا زينة حتى في آخر لقاء مع بعضنا لهنا حكينا فيه الموضوع، حتى على العائلة اللي لازم تتحمل دورها اليوم احنا تلعب دورها كاملة. أو باش نعطيك المخرجات من بعد زينة، كان مازال شوي وقت نحكي على الموضوع الأولاني اللي هو مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية. شوف احنا طلبنا من جميع الوزارات ومديني دينا كوزارة الداخلية. نعم. كيف قلت لك راهو ديما نعاود باش المستمعين والمشاهدين يعرفوا أن وزارة الداخلية ماهيش تقصيرا منها، لكن راهو الحل ليس أمني. مش ديما المقاربة أمنية 100%. ماهيش مقاربة أمنية. لا مش دوركم ردعي وتتصدى، ولكن وزارة الشباب والرياضة عندها دور، العائلة بالأساس عندها دور وعدة فاعلين. أنا بعد إذنك نحب نستعرض زينة التوصيات اللي مبثقت على يوم الدراسي. هذه راه باش نقراها، سامحني تعرف علاش ولا خاطر هذه راهو اقوى حاجه خرجت باليوم الدراسي. باش لخيان ما يقولوش راه وزاره الداخليه عملت يوم الدراسي بالشراكه مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره العدل وخرجوا هكاك. نعم. جوست تلمينا في نزل هانا قعدنا حكينا ومشينا، لا، فما هذوما التوصيات. وخدمنا على ثلاث اتجاهات، فما باب الوقايه. نعم. وباب التنظيم وباب التدريب والتأهيل اللي فيه زاد التوعية الاجتماعية والمتابعة والتقييم. في باب الوقاية باش نذكر لك يا زينة اللي حاجتك به واللي المواطن، ونعرف تفاعلات الجماهير. بالنسبة لي أنا أول حاجة باب الوقاية حماية التمدرس. ما معنى حماية التمدرس؟ فوالا، ما معنى حماية التمدرس؟ معالجة ظاهرة الانقطاع المبكر. صحيح. للدراسة، خاطر اكتشفنا أكثر الناس مشاغبين أو يعملوا في الشغب هم المنقطعين على الدراسة. صحيح. إذن كيفاش ينقطع على الدراسة؟ شو نعملوا احنا؟ يعمل ديفولمون في الملاعب. هي ما قبل يعمل ديفولمون، احنا حاضرين باش يعملوا ديفولمون، ما قلناش لا، لكن الـ يكون إطار قانوني.
ما يخرجش على المعتاد وعلى تقاليدنا وعاداتنا. هذاك علاش فما مراجعة لظاهرة الانقطاع الدراسي. إذا انقطع الدراسة زينة لازمنا نلقوله تكوين مهني، وحكيت في إذاعة نهارين التالي على أساس شنو الحل. قلت له كما عملنا في فترات معينة وفي بناء دولة والجمهورية التونسية أنه إجبارية التعليم إذا انقطع الشاب أو الصبي تكوين مهني مش اختيار، لا مش اختيار اختياري يعني هو اختياري، من بعد يسيبه لي في الطبيعة من بعد يتسيب يقعد باش يولي يعمل بركاجات ونطرة وسرقة، لا هذه مقاربة كاملة. فهمتني زين شنو نقصد ولا؟ وهذا لازم يكون في كامل الجهات خاصة من الجهات الداخلية وانت راجع. تو احنا تو شوف ماناشنا في احنا دولة واحدة، خاطر ما عندناش اكسي في التكوين المهني مثلا في كل الاماكن. ساعات حتى الوالدين يقول لك خلي مشي يتعلم صنعة ولا يدخل يخدم يعاوني ما دام خرج، علاش نحط فيه في تكوين المهني؟ زين الصنعة الصنعة منين؟ هكاك بعلي هو الصنعة، الصنعة لازم يقرا التكوين المهني. وانت تعرفي سيد الرئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة في زيارته لمركز التكوين المهني بجبل الجود المغلق هي رسالة، واحنا نفهم الرسالة تعليمات قيادية سامية. نعم. انه راه التكوين المهني يرجع، فما بعض التشريعات باش تعمل إجبارية. احنا كوزارة الداخلية في دراساتنا اكتشفنا انه الانقطاع المبكر على الدراسة هو سبب من اسباب الشغب. انا على الاقل في دراساتنا المعمقة نفهموها. نفس الشيء زينة مراجعة الزمن التمدرس، لازمنا زاد التوقيت. راهو مسكين التلميذ نبدوهم الصباح شارجي بطبيعة، يبدا الطاقة ذيك ما خرجهاش. لازمنا توقيت معين. نتاع الصباح للستة نتاع العشية ما يجيش صحيح. لا أنا ما نقولش ما يجيش، لكن لا أنا نقول ما يجيش على خاطر هذا الوضع اليوم كي تحب تتصلح والدولة الاجتماعية والدولة العادلة، وهذا اللي قاعد يقول فيه رئيس الجمهورية اليوم، لازم يتطابق مع أرض الواقع مع الزمن المدرسي. وحكينا فيه برشا في البلاتوات الزمن المدرسي، وديما سي 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 وما يصير شيء، ما تبدلش الزمن المدرسي لومبلوا البلانينغ. شنو المانع انه الصغار نخليو لهم متنفس؟ بالاساس العائلات ساعات هي بيدها، حتى كان تتخرجوا الاربعه نتاع العشيه يقول لك نحطه في جارد يمشي يقرا ولا يقعد، خاطر انا راني نخدم للست. ديما ندور ندور ونرجع، لازم الاصلاح يكون من العائله ينطلق بالاساس. هذا هو باهي. نفس الشيء في باب الوقايه، توفير اخصائيين نفسيين. صدقني وليد حاسم انا البسيكولوج والبسيكياتر فرحانين كل ما نتكلم، انا نتكلم على مهم فما خدمه جديده. لا لازمهم يدخلوا فصل المؤسسات التربويه ميسيدو بسيكياتر. خاطر علاش؟ خاطر بالحق فما تمظهرات راهم فصل المدرسه كي تتبع بسويفي ومتابعه دقيقه تلقى الشاب فما تغيير في السلوك نتاعو. احنا نعطوا دور كبير نتاعهم. نفس الشيء تصور برنامج لاستغلال اوقات الفراغ. انا نتذكر قبل دور الشباب دور الثقافه يا زينه لازم يرجع الدور نتاعو. توا في برشا بلايص دور الشباب والثقافه مسكرين، خاطر الدوله في فتره ما تخلت عن دورها الاجتماعي انها تراجع جاي توا. انا يعني باش نحكي على الدوله نقول تخلت عن دورها الاجتماعي. انت عندك واش بتحفظ من النجم العام؟ لا مش حتى واش بتحفظ، انا قاعد نحكي على سياسه عامه. نفس الشيء هو مشبه الحكايه اللي باش نحكيها توا. أيوة. هو الانشطه الثقافيه والترفيهيه والرياضيه في الاحياء الشعبيه. كيفاش ينجم يكون؟ باش نقول لك كيفاش. أيوة. فما جمعيات تونسيه. أيوة. خالصه على اساس انها تنجم تساهم، وصارت هذه في 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 الكاف في بلديه الكاف في فتره. ما وانا رئيس منطقه في الكاف غادي شجعنا الجمعيات باش عملت بعض الفضاءات الصغيره اللي ما تستحقش تكلفه دي بار فيكس. بلايس هكا اخضار، والله حتى فصل الاخضار راه يرتح النفس. فهمتني ولا؟ تو تقول علاش قلت لك انا ساعات يقولوا الداخليه، لا خلينا هو تعاطي كامل، احنا بدنا نشوفوا المشهد هذا. نفس الشيء البطاحي ترجع يا زينه. عشنا في بطاحي راهو تكويره هذيك في الحومه بكوره بلاستيك 1500 ولا 2000 ما نعرفش قداش سومها، تلم ولاد الحومه يعملوا تكويره راهو متنفس، يمشي يروح مهدود ماذا بيه يمشي يرتاح. امه وباباه فرحانين بهم، يطلع لهم جوار ولا على الاقل تنفس ما يعملش مشاكل. نفس الشيء وضع الاطر القانونيه والتشريعيه لعمل مؤطري الجماهير. انا ناكد من المنبر نتاعكم يا زينه على اساس خدمه الاستادي. شوف وزاره الداخليه خلاها تتلها بالامن العام، خاطر راهو استاد يا زينه ياكل في لوجيستيك كبير من وزاره الداخليه. وحضرتوا معايا في اخر لقاء في ملعب رادس في لقاء كبير برشا، راي التعزيزات الامنيه قاعده تجي من الجمهوريه التونسيه. كان تأمين ناجح الحقيقه وقتها، نحييكم عليه للامانه على رغم كيفاش نقولوا كان استاد سخون وقتها، لكن يعطيكم الصحه بشهاده الاولاد الكل كان فما اجماع الناس اللي مختصه في الرياضه. اكثر حاجه لفتت الانتباه للصحفيين الميدانيين يقول لك امنونا وامنوا الناس الكل. بطبيعه شوف هذيك
مقاربة ماهيش مقاربة شخصية، هي مقاربة زينة على مستوى لخيان الكل. القيادة العليا من سيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة والسيد وزير الداخلية وكاتب دولة الأمن مع السيد المدير العام الوطني أعطوه التعليمات، وإحنا فهمنا التعليمات هذيك نطبقوها بصرامة على أساس نخلوا الجمهور الرياضي يجي في أريحية، فما خدمة أمنية تتخدم هم يتفهمونا، وهذه زاد من منبركم آخر مرة تكلمت عليها، ماذا بين الجماهير الرياضية سواء الفرق التونسية أو الفريق الوطني لكرة القدم يجونا قبل بثلاث ساعات، رانا وفرنا حتى مع الحي الرياضي المشكور على اساس يحطوا لهم الغناء، يحطوا لهم قال الاخر حاجات معينين باش تفرهدهم. كيجيني في اخر وقت لسنا احنا كوزاره الداخليه نتحمل صغر البنيه التحتيه والكياسات التونسيه، راهو هذاك بده ياثر لين المواطن والجمهور كيجي حتى على حركه المرور ولا انا قلت لك يجوا الجمهور بيدهم، مش يقول لك تي خليتونا ياسر في الطريق، اي انت تحب تجي في الساعه الاخرانيه ونوفر لك سيوله ما نجمش، خاطر راهو الامن والتسهيلات مع بعضهم. كيف زاد في باب التنظيم، حكينا باب الوقاية، باب التنظيم العمل على إشراك مجموعات الأحباء وبدينا فيها يا زينة، هي فما خدمة سابقة لكن تو تفعلت على أساس باش نقول لك فرق الكبرى نتاعنا ولا أقل حتى الفرق اللي جينا بحكم ملعب رادس اللي هو الوحيد المخول له في استقبال التظاهرات الرياضية العالمية يعني حسب التصنيف تاع الكاف، على أساس أنه بالنسبة لي نحن ولينا نعمل جلسات حتى مع الفرق نتاع الأحباء، يعني تلقى مسؤول على الأحباء في الجمعية ذيك ويعمل جلسة أمنية معنا وعلى أساس نتفاهموا فك الديتاي، شفتك الدخلات وك الدخلة وغيرها زينة خليني نتكلم، الدخلة شفتها اللي توصل للعالم، وصلت دخلة في تونس نتاع فريق عريق في تونس، وصلت حكوا عليها في العالم، مست القارات الكل، هذيك بالنسبة لي احنا الدخلة راهو الأمن يسهلها في دخولها، بطبيعة احنا فما ضوابط لكن على الأقل من الأول لازم يتم إعلامك، أنا باش نعمل دخلة على القضية الفلسطينية مثلا أو باش نحس لازم الأمن يكون شريك في الدخلة هذه باش تأمني وتخلي الفريق ينجم يشجع، هذا هو ما فماش حاجة سياسية أو حاجة تمس في الميز العنصري أو حاجة معقول. فيها هتك أعراض ولا كذا، معروف حسب القانون التونسي ما جبناش حاجة جديدة ونسهلوا لهم يا زينة، وفي عملية التسهيل هذيك هم بيدهم يدخلوا في أريحية ويعمل الجو نتاعو، احنا شنو طالبين؟ طالبين الجمهور يدخل في أريحية يوفر لنا اللي احنا زاد الأريحية نتاعنا، احنا نخدموا وماش نقول لك لا قبل بخمسة سوايع ولا ستة سوايع، واحسبي كمية المحروقات اللي متكلفة على وزارة الداخلية، بالتحضير النفساني راهو يا زينة، يعني انسان ينجم بنته ولا ولده ولا مرته مريضه والاجباري عليه باش يجي، اجباري عليه باش يعمل حفظ النظام، والحمد لله رجالنا ونسانا موجودين وخدمه كبيره. نمر لذلك ولينا نخموا في تخصيص مناطق بدون كراسي، شوف احنا راهو استثناء تونسي هذا، ولينا انه نعملوا البلايص العقليه للتراس، ايوه هذه هي عقليه للتراس، ولينا يا زينة انه نخموا لهم في بلايص باش يعملك فما ناس ما تحبش تقعد في كرسي، شوف احنا في تونس انا مالنا مقاربه وصلنا لمرحله كبيره برشا. اذا نزيد كيف جانب الوقائي والتنظيمي خدمنا على قاعده بيانات، شوف هاو نداء للجماهير الرياضيه احترم نفسك وادخل باريحيه وشجع جمعيتك في اطار القانون والتشريع التونسيه، ما يكلمك حتى حد، انت باش تغلط راهو الكاميرات اللي موجوده والاعوان وكذلك الرابطة والجامعة التونسية لكرة القدم وفي أي منشأة رياضية الرابور نتاعهم يعني التقرير راهو يتحمل مسؤوليته السيد، وبالنسبة هو يمنع من دخول الملاعب الرياضية مع التقنيات اللي حكيناها. إذا منع بيت وإلا مؤقت، لا مؤقت نعقوب، لا شوف احنا مش نعاقبوا في العباد، راهو هدفنا العقوبة لكن نعملوا له عقوبة نتاع ثلاثة شهور نتاع ستة شهور، إذا بالنسبة لي هو من بعد رجع عمل العود راهو ينسى دخول الاستاد، خاصة يا زينة وحكيته لك وقتها الكرسي وقتها في البارتي اللي من غادي حكينا وقتها أنا وياك حتى سمعوه المستمعين على اساس موضوع كبير برشا اللي هو راهو الكاميرات المقروءه نتاع الوجه راهو بعدها ما عادش ينجم يدخل في حتى بلاصه. نفس الشيء تدعيم منظومه المراقبه بالكاميرات، وفي باب التدريب والتاهيل احنا فما نقص على مستوى وزاره الداخليه في تكوين افرادنا، قاعدين نكونوا فيهم في حقوق الانسان، قاعدين نكونوا فيهم في التدخل، واحنا كي نغلطوا زادا ما نقولش نغلطوا خلينا نقول تقصير في ولادنا، عندنا في اخر ماتش اللي شافته الناس الكل وعملنا البوليميك اللي هو زميلنا الامني ما عندوش حصانه راهو موقوف تو في السجن نتاعك العمليه هذيك خرج، خاطر احنا علاش قلنا ساعات كي نقولوا تصرف فردي يتقلقوا برشا من الناس ديما يقولوا تصرف فردي، علاه شفت المجموعه كامله طلعت تضرب هي واحد خرج ينجم نفسانيا راهو تعب ينجم بدنيا تعب، صارتك الدفعه هذيك قابع بالسجن بالنسبه لي نحن راه ما فما حتى واحد فوق القانون. نفس الشيء
وأنا في منبركم يا زينة ماذا بيا التوعية والتحسيس اللي هي في القنوات واللي في الإذاعات لسبوت الومضات التحسيسية المناهضة للعنف. نفس الشيء في باب التوعية الاجتماعية، احنا قاعدين نعزو في التعاون الدولي، هذاك علاش الديكاف تعاون فينا كوزارة الداخلية، خاطر هي اللي تمول هالومضات وتمول الأيامات الدراسية. في باب المتابعة والتقييم، كل ما نغلطوا أو كل ما فما حاجة وظاهرة طلعت لنا، احنا عندنا في كلياتنا نعملوا دراسة الظاهرة ذيك ونخدموا عليها، وهذا بالنسبة لنا احنا في باب العنف في الفضاءات الرياضية وفق مقاربة تشاركية. لهنا نقول لك، بما انك حكيت على الملاعب، بطاقة مشجع الفان اي دي فين وصلتوا فيها؟ هل تم تناولها؟ نجموا نحكيوا عليها قريبا باش تتفعل يتم العمل بها ام لا؟ بالطبيعة احنا ان شاء الله الموسم الجديد، مانيش نحكي على الموسم هذا اللي احنا فيه، فما بلاتفورم يعني تطبيقات باش تتعمل، وهذه كوزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم والسيد المدير عام للشباب، فما خدمة بريسك وينجموا هما يحكوا أكثر مني، لكن احنا في اليوم الدراسي خذينا منهم حاجات أنها وصلت 90% توا التطبيقة باش تقريبا الموسم القادم رسميا نجموا نحكيوا على العمل، انطلاق العمل بالفان اي دي ببطاقة مشجع. باه إن شاء الله إمكانية كبيرة أنها تبدأ الموسم الجاي، وأنا باش نحرص زادة، خاطر كي نقول كلمة لهنا راني باش نحرص ماهيش كان على وزارة الداخلية بركة، حتى وزارة الشباب والرياضة المشكورة اللي هي بيدها متحملة